ارتدادا قويا صباح هذا اليوم بالنسبة إلى أسعار النفط، وقد استمر في سياق ما شاهدناه الأسبوع الماضي. شاهدنا انخفاضات قوية الأسبوع الماضي منذ حلول شهر أغسطس، ولكن صباح هذا اليوم الشعور العام كان أن في النهاية أوروبا ستتمكن من أن تجد حلا وستأخذ خطوة بالنسبة إلى الديون وهذه الأزمة. في الولايات المتحدة الأمريكية واليابان كانت تطلب من أوروبا في الأسابيع الأخيرة أن تأخذ قرارا حاسما لمعالجة هذه الأزمة، هذه الأزمة التي تنبع من اليونان ونسبة المديونية المرتفعة فيها. ولكن أن المنطقة الأوروبية بعد بضعة أسابيع سوف تأخذ حركة جذرية إن صح التعبير بالنسبة إلى بعض التمويلات، وهذا التمويل الذي قد يساعد اليونان والدول الأخرى لكي تتمكن من معالجة مسألة ديونها. وبالتالي إذا نحن نرى بأن هذا الصباح من خلال هذه الخطوة المحللون قد اقترحوا وأشاروا إلى أن الأمور سوف تتحسن، وهذه الخطوة الإيجابية والفعل الإيجابي سوف يؤخذ. إذا حافظنا على هذا التفاؤل وكان هو الأساس، فحينها لن نجد المزيد من الانخفاضات. لكن في المقابل المخاطر المتأتية من الأسواق المالية والمخاوف كذلك بشأن اتساع دائرة التعثر وانتقال العدوى من اليونان إلى دول أخرى لا زالت قائمة. في ظل وجود كل هذه المخاوف، ما هي المستويات السعرية التي يمكن أن تختبرها الخامات الرئيسية في الفترة القادمة باعتقادك؟ بالطبع أنت لم تذكر ليبيا. ليبيا هي عامل آخر علينا أن نذكره في هذا المجال. فاليوم كان هناك أحد البنوك التي قد أشارت إلى 90 دولارا لسعر البرميل لعام 2012 انطلاقا من الضعف في النمو الاقتصادي والتباطؤ والمخاوف العديدة حول جولة ثانية من الركود. وحتى إن تمكنت أوروبا من أن تصل إلى حل لهذه الديون، المشكلة لم تنتهي. يبدو بأنه لدينا ضعف اقتصادي في الفترة القادمة، ولدينا ليبيا هذا العام الذي سيؤثر بشكل كبير. لذلك أن هذين العاملين، بعض المحللين الذين تحدث إليهم قد أشاروا إلى أن أسعار برنت ستكون أقل من 100 دولار لعام 2012، ولكن أن الأسواق ما زالت قوية وهي تشير إلى أرقام أعلى من المستويات التي نشهدها اليوم. لذلك المخاطر قائمة من كلي الجانبين، ولكن لم يشر أحد إلى هذه الانخفاضات القوية، أي أقل من 90 دولارا لسعر برميل البرنت. ولكن هذه القوة قوة منطقية، ولكن المخاطرة موجودة من كلي الجانبين.